عليكم السلام ورحمة الله أستاذ عبد الناصر، هلا هلا فيك، إيه الأخبار؟ ازيك يا غالي؟ عبد الرحمن ناصر أحد المراسلين في كرة بلدنا مع حضرتك. شرف لي يا عبد الرحمن. الله يكرمك يا أستاذنا، إيه الأخبار؟ كله تمام؟ تمام يا حبيبي، كان عندي والله خبر كده قلت أستعرضه مع حضرتك، يعني تفضل يا عبد كان الرحمن. إن شاء الله بكرة عز عبد الناصر عندنا في صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة الشيخ زايد الحفل الختامي لدوري مستقبل وطن بحضور نخبة من نجوم الكرة المصرية وقدامى النادي الأهلي ونادي الزمالك زي الكابتن خالد بيبو طبعا والكابتن وليد صلاح الدين كابتن معتز زينو الكابتن خالد الغندور كابتن عبد الواحد السيد كابتن حسام عبد المنعم كل دولت هيكونوا موجودين طبعا وكده هيقدم الحفل الاعلامي الكبير الكابتن احمد شوبير والكابتن سيف زاهر. خليني اقول لحضرتك برضه يا عبد الناصر ان هيقدم الحفل المطرب احمد سعد والمطرب محمد حماقي برضه والمطربه روبي والمطربه الشعبيه امينه طبعا. ده كان خبر معايا يا عبد الناصر كنت حابب استعرضه مع حضرتك يعني. روبي جاية. والله العظيم انا بحب حضرتك في الله بره اي حاجه. الله يخليك يا صاحبي. حبيبي يا عبد الناصر مبسوط والله ان انا كلمت حضرتك.